بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أخذنا في الدرس الماضي. نعم. أي قسم؟ بطلان بطلان والآلهة التي تعبد من الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. ولو سألك سائل ما هي الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله؟ ماذا تسمع؟ تقرأ هذه الأبواب الأربعة. في الباب الأول بيّن بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. في الباب الثاني بيّن بطلان عبادة الملائكة. وفي الباب الثالث بطلان الشفاعة، والشفاعة حق لله، قل لله الشفاعة جميعا، وهذا فيما نقدر عليه إلا الله، أما فيما نقدر عليه مخلوق تقدم معنا. والرابع بطلان الهداية. أي هداية؟ الدلالة والإرشاد أو التوفيق؟ التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعه عليه الصلاة والسلام من بعده، بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما حكم التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يصح أن يقول ويسأل الله سبحانه وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، لأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع أحد، ومقام النبوة لو كان ينفع أحد لا ينفع فاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت. القنوت عند النوازل، القنوت مشروع عند النوازل لكن بإذن السلطان. تسمية المدعو في الصلاة يعني يقول اللهم اغفر لفلان، يصح؟ نعم. ما حكم الاستغفار للمشركين؟ نعم، لا يجوز، لأنه قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. طيب، طلب الشفاعة من الأموات، طلب الشفاعة من الأموات شرك أكبر. نعم، شرك أكبر. طيب، أما بالنسبة للتقليد، هذا التقليد من العلماء من يرى وجوب التقليد، ومن العلماء من يرى تحريم التقليد. شيخ الإسلام يقول التقليد جائز عند الضرورة وعند عدم يعني القدرة على استنباط الأحكام. طيب، ما حكم عيادة المريض المشرك؟ يعني ما حكم زيارة الكافر؟ زيارة الكافر المريض نعم جائز إذا كان من باب الدعوة. فيها تفصيل، أحيانا قد تكون الزيارة هذه واجبة إذا كان تعلم أنك بالزيارة قد يدخل في الإسلام، وينتظر منك هذه الزيارة حتى يدخل في الإسلام، فالعيادة هنا واجبة، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون جائزة، وأحيانا مكروهة، وأحيانا محرمة بمقتضى الحال. لكن إن كان يطمع في إسلامه أو يعني يغلب على ظنها أن يسلم، فهنا قد تكون واجبة، وأقل ما يقال فيها أنها مستحب. طلب الدعاء من الحي، ما حكم طلب الدعاء من الحي؟ أحيانا بعض الناس يقول ادعوا لي، يأتيك إنسان مثلا ويقول أنا مريض وزوجتي بها كذا وأولادي، أريد أن تدعو لي وأنت طالب علم وكذا. إذا كان هذا لديه شيء من الافتقار إلى المخلوق فهذا هو الشرك الأصغر. طيب، ماذا تصنع إذا جاءك إنسان وقال أنا مريض وزوجتي كذا وكذا؟ تقول اسمع، الدعاء عبادة، ولا يمكن أن تترك هذه العبادة وأنا أعبد عنك، فادعو الله أنت. وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت لك، لابد أولا من إزالة المانع، ثم تقول أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وكلانا مفتقر إلى الله. مفهوم؟ نعم. هل يصح الدعاء على المعين؟ الدعاء على المعين
نعم فيه تفصيل. احنا ما قلنا لعن المعين، لعن المعين نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الدعاء على انسان بعينه ظالم، يعني راس من رؤوس الكفر، هل يصح الدعاء عليه بعينه؟ نعم يصح. طيب هل يصح الدعاء على عموم الكفار بالهلاك؟ لا يصح. لا. كيف ندعو عليهم بأدعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب فتح الله عليك. طيب من يذكر لي ما ذكرنا في القواعد الأربع من تقسيم الشفاعة؟ الشفاعة، نعم الشفاعة هي هنا، هي التوسط إلى الغني في جلب نفع ودفع ضر، تنقسم إلى شفاعة وشفاعة منفية. منفية نفع القرآن، تطلب من غير الله فيما لا أخبر عليه إلا الله. حكم هذه الشفاعة شركك. أما فيما أقدر عليه المخلوق قلنا تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه السبب. اجلس. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، تطلب من الله بشروط ثلاثة، وهي الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في أحد، وشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة والصالحين وكل موحد، بل حتى الأفراد الأطفال يشفعون. الشفاعة الخاصة، الشفاعة العظمى في هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. أما العامة في رفع الدرجات، في من دخل النار من الموحدين يخرج منها، وفي من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. نعم. طيب من يقرأ لنا الأبواب الجديدة؟ لا غير. بسم الله. بسم الله. نعم. والجاهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سبب كفر بني آدم. طيب هذا هو القسم الرابع على ما قسمنا. ذكرنا في هذا القسم، وكان سائل يسأل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: نشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بل وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ما السبب من وقوع الشرك في الأمة حتى نعرف هذه الأسباب ونجتنبها؟ السبب الأول، أخطر الأسباب، الغلو في الصالحين، لأن الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا. الثاني، ما جاء في التغليظ الشديد في من عبد الله، يعبد الله لكن أي عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ الثالث، ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في قبر لات، رجل صالح عكفوا حتى صار من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله. الباب الرابع، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، ولم يدع مجال لأحد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انتبه. أي نعم. طيب إذن عندنا أبواب أربعة. أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، انقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، قسم يسب ويشتم
وقسم يتمسح ويسجد ويركع ويصنع ويسجد، وقسم يتوسط. كيف نعرف هذه الوسطية؟ بأن ننظر إلى ما كان عليه السلف. هل كان السلف، هل كان الصحابة رضي الله عليهم يقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، يقبلون هذا الرأس واليد وكذا؟ لا، كانوا يقومون له؟ لا. لكن لو قيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، أنه كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم وتوسطوا في هذا الباب حتى مع علماء السلف. وذكرنا هذا مسألة في حلية طالب العلم. فالآن الناس تجاه العلماء قسموا إلى طرفين وسط. قلنا قسم يتكلم حتى في كبار العلماء، وتكلم في كتب العلماء وكذا، حتى الكتب التي يعني ألفت ووضع الله سبحانه وتعالى لها القبول، هناك من يتكلم فيها من الطلاب كالأصول الثلاثة مثلا. وقسم يعظم ويتمسح وكذا. فلا بد أن نعرف الوسطية، قلنا بالنظر لما كان عليه السلف الصالح. الآن العالم ماذا يريد منك؟ هل يريد منك أن تعطيه مال؟ هل يريد منك أن تقبل مثلا الأيدي والأرجل؟ أعوذ بالله، ما يريد هذا منك. ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تتعلم، ثم تعمل، ثم تدعو، ثم تدعو له في ظهر الغيب وتذب عن عرضه. هذا اللي يريد منك العالم. وإذا تعود العالم على العطاء أصبح لا يعطي شيء من العلم إلا بعطاء، وأنت قد تكون سبب في إفساد نية العالم. أي نعم. فالحقوق كما يذكر ابن سعد رحمه الله أن الحقوق متبادلة، في حق على الشيخ وحق للشيخ، وكذلك حق على الطالب وحق للطالب. من واجب المعلم أن يعلم الطالب ويأتي في وقت الدرس ولا تأخر ولا تغير، وينظر في حال الطلاب الذي ينام أو كذا مثلا. هذا حقوق، حق الطالب أن يأتي مبكر ويحفظ ويراجع. الوالد الآن والولد أحيانا قد يكون العقوق من الأب. نعم، لا يسمي الولد اسم حسن، يسمي اسم قبيح مثلا. هذا من العقوق من من الآن؟ من الوالد. نعم، وأحيانا قد يكون العقوق من الولد. فالحقوق متبادلة. لماذا بدأ المؤلف بهذا؟ لأن أول شيء حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، قالوا حتى نتذكر العلماء ماذا نصنع؟ صوروا تماثيلهم، عكفوا على قبورهم، شيء فشيء عندما فقد العلم عبدت. إذا صنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام أشياء ثلاثة، صوروا، وهذه في خطر التصوير والتماثيل، والأصل أن التمثال يكسر رأس التمثال. نعم، هذا إذا كان لك، ما إذا كان لغيرك تنصح. وعكفوا على قبورهم، لا يصح العكوف عند القبور، بل الاعتكاف يكون في المساجد. ثم عندما طال عليهم الأمد، يعني فقد العلم، عبدت من دون الله. الآن بعض الطلاب هدانا الله إياه يقول أريد صورة لفلان، لماذا؟ قال أتذكر أيام الدورة وكذا وأيام كذا. هل يصح هذا؟ هذا ما يصح، لأن هذا هو الذي كان من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. الشيخ بن باز رحمه الله أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع. الشيخ بن باز رحمه الله أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنه كان أناس يأتون إلى بيت الشيخ، يقول نريد ننظر في بيت الشيخ كيف كان يسكن، البيت الذي
يعني ألف في كتاب التوحيد وكذا مثلا. فهذا الشيخ ينهى عن التبرك وكذا وألف الكتب في التوحيد، ويأتي أناس أحيانا يكونوا من أهل السنة ويصنعوا هذا، فأمر بهدمه. هذا من حق من؟ حق هذا المعلم أن لا يصنع شيء، هو يؤلف التوحيد وكذا ويأتي بعض الناس يصنع هذا. أمر الشيخ بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا هو التوحيد، تعليق الخلق بالخالق. إذن الغلو هو سبب الشرك قديما وحديثا. الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. وقالوا لا تذرن آلهتكم، إذا صنعوا أشياء ومع فيه هذا معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. القصد ما هو؟ محبة الصالحين، لكن الطريق في محبة الصالحين غير طريقة السلف. أي نعم. طيب، الإطراء هو المبالغة في المدح. أعلى وصف يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ ما هو؟ أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نجمع له عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا للناس، قل إنما أنا بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، وتميز عن النبي أنه يوحى إليه. مفهوم؟ طيب، إذا هذا ما يتعلق بالغلو في الصالحين، سبب الشرك قديما وحديثا. الثاني، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. أو الباب الثالث على ما نقدم ونؤخر لا إشكال. الآن الناس أيضا تجاه القبور انقسموا إلى قسمين، طرفين وسط. قسم يعظم القبور ويبني عليها القبب والمساجد والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قسم يمتهن القبور وحتى يتعدى عن القبور بالنبش أو كذا والبناء عليها، بناء عليها أي المنازل والطرقات وكذا، مو بناء تعظيم مثل ما يصنع هؤلاء. أهل السنة توسطوا. ما هو الوسط في القبور؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. كيف تسوى القبور؟ تسوى أولا على السنة أن يسنم القبر حتى لا يمتهن ويوضع، ويوضع عليه حجر أو حجرين، ويرتفع قدر شبر، يرتفع قدر الشبر يسنم هكذا ويوضع عليه حجر أو حجرين. هذا حال أهل السنة مع المقابر، وسط لا إفراط لا تفريط. فهذا الواجب أنه لا يضع يوضع شيء على القبور من البناء والكتابة أو الأشجار أو ما إلى ذلك. لأن الآن تمر أحيانا على قبور أهل الإسلام، على بعض القبور تجدها مشابهة لقبور اليهود والنصارى. فما الذي يميز هذا عن هذا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر النبي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، وعلي أرسل أبي الهيام، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يرسل من يسوي القبور، وسوى القبور في الجزيرة حتى وصل إلى طهران وسوى القبور ولله الحمد. فهذا الواجب. فإذا مات لك قريب ماذا تصنع؟ ترفع القبر قدر شبر ويسنم ووضع عليه حجر أو حجرين. أما هذا البناء والجص والإسمنت وما إلى ذلك
أو شيء من الرخام أو شيء من الورد أو الزرع، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن قبر اللات مثلا هو رجل صالح يلت يطعم الحاج شيء فشيء حتى صار من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله. فمثال الآن في الوقت الحاضر، اتفق أهل السنة والجماعة أن للحسين رضي الله عنه رأس واحد، اتفق أهل السنة والجماعة على أن للحسين رأس واحد، والله هذا أجمعت الأمة على هذا. لكن الواقع اليوم أن للحسين قبر في مصر وقبر في الشام وقبر في العراق وقبر في إيران وقبر في باكستان وقبر، سبحان الله. حتى لو عرفنا أنه هذا قبر للحسين رضي الله عنه، ماذا نصنع؟ توسط، لا إفراط لا تفريط. فهذه الأمور هي أسباب الشرك. إذا أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول الشرك حدث في الأرض في الغلو في الصالحين، الثاني الغلو في قبور الصالحين، الثالث التغليظ الشديد. أوقف. في ماذا؟ في من عبد الله. يعبد من؟ يعبد الله، لكن أي عند قبر رجل صالح. يعبد الله أي عند قبر رجل صالح. القبور لا يصنع عندها شيء من العبادة، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا خطب ولا غير هذا، إلا ما ورد من الزيارة الشرعية بشروطها. والزيارة الشرعية لها شروط، والزيارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. كم قسم؟ ثلاثة. الزيارة الشرعية ألا ينوي بهذه الزيارة، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر ولا يشد إليها الرحل، وأن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. فإن نوى دعاء الأموات فهذه زيارة شركية، وإن نوى دعاء الله سبحانه وتعالى عند الأموات فهذه زيارة بدعية. الشرط الرابع في الزيارة الشرعية أن لا يأتي بما يخالف الشريعة، كالجلوس على القبور مثلا، أو أن يطيل البقاء عند القبور. إذن هذه الزيارات عند أهل الإسلام، بعض الناس هدانا الله إياه يعني يأتي عند القبور ويقول نقرأ الفاتحة، نقول لا لا تقرأ. يأتي وقال أريد أن أدعو عند قبر الرجل الصالح بأن الله سبحانه وتعالى يرزقني زوجة صالحة، نقول لا ما يصح. وساق المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على هذا. القسم الباب الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق كل باب يوصل إلى الشرك. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم: لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر. تميز عنه عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه عبد الله عبد رسول الله كذا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر. عزيز عليه، أي يشق عليه ما يشق عليكم. حريص عليكم، أي على هدايتكم. فهو عليه الصلاة والسلام باذل غاية جهده في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم، وباذل غاية جهده في دفع المكروه، المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين تقديم ما من حق التأخير يدل عن حصر، يعني بغير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم. والدليل محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية كلها خطاب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان الأصل أن تكون الآية فإن توليتم، قال لا، لا يمكن أن يوصف المؤمن بالتولي، وهذا فيه يعني تنبيه للقارئ عندما تتغير الضمائر ينتبه القارئ، مفهوم؟ نعم. طيب، إذن المؤلف أراد أن يبين سبب الكفر، أخطر الأسباب هذه الأسباب الثلاثة: الغلو في الصالحين مدحنا وقدحنا، الغلو في قبور الصالحين، عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور. القسم الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب ولم يدع مجال لأحد في فتح باب من أبواب الشرك. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وأدى ونصح وجاهد في الله، لكن هناك من الناس من يأبى إلا ويرتكب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب شتى. في القبور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوى القبور، أبى هؤلاء إلا بالرفع والبناء وكذا. بالنسبة لقبور الصالحين أنه ما يأتي عندها بشيء من العبادة إلا ما ورد من الزيارة الشرعية، يأتون عند القبور ويصنعون عندها الذبائح والقرابين وكذا. فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هناك أناس يرتكب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عليه الصلاة والسلام في حياته حذر، وقبل موته بخمس حذر، وعندما مات عليه الصلاة والسلام في مرض الموت كان يحذر. لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يظهر للناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجد، وفي رواية خشي كان هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، وكل نبي يدفن حيث قبل. أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد أو في حجرة عائشة؟ فهذا الذي يقول بعض الناس من أن الأمة قد أجمعت على ماذا؟ على جواز دفن الصالحين في المساجد. نقول كاذب، كاذب في هذا الادعاء. لو قال هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نقول نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حياته عليه الصلاة والسلام مسجد موجود، في قبر، من بنى المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول. ثانيا، عندما مات عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها أو في المسجد؟ في حجرة عائشة. إدخال الحجرات إلى المسجد هل كان بقرار من الصحابة رضي الله عليهم؟ لا، بل أنكر من بقي من الصحابة، وكذلك أنكر من بقي من التابعين. ثم حتى يعني الواقع اليوم، إذا دخلت المسجد النبوي لا ترى القبر، بينك وبين القبر أكثر من ثلاث جدران، وهذا المسجد له مزية وفضل. أما ما يعني في مسجد الحسين مثلا، عندما تأتي وتدخل مسجد الحسين ترى القبر في القبلة بل في وسط المسجد، وهناك من يطوف حول القبر، سبحان الله. وبعد هذا يقول هذا مثل هذا، ما يمكن، صحيح؟ أي نعم. طيب، ماذا أخذ؟ نعم، أخذنا الأسباب سبب كفر بني آدم. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا القسم؟ حتى أبين لك هذه الأسباب حتى تجتنبها. أخطر الأسباب الغلو في الصالحين، لأن أول شيء حدث في الأرض بهذا. فماذا تصنع في هذا الباب؟ تسب وتشتب وتتعدى على العلماء بغير علم. أصلا لو كان بعلم لا يمكن أن يتعدى على العلماء، يرد بحكمة، يعني طبعا